يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تلبس بعض الفتيات جوارب تكون أحياناً صفراء، وتكون فوق الكعبين بمقدار أصبعين، وتكون أحياناً صفراء أو غير ذلك من الألوان، هل تعتبر هذه الجوارب من لباس الشهرة؟ وهل للفتاة أن تخرج بها أمام الرجال أم لا؟ الفتاة والكبيرة والمتوسطة تلبس ما يلبسه نساء البلد، ما تلبسه المسلمات من نساء البلد، ولا تلبس لباساً يخالف لباس المسلمات في بلدها، فإن خالفت فهو شهرة. نعم.